جزيل في غمرس حلت البرجات باش لعبت تخدم على روحها. نحن متساهلين مع المواطنين في غمرس وجست بطالب مشروع حبوا عليه شباب المنطقة كنقطة اعتصام من جملة نقاط الاعتصام الموجودة في ولاية تطاوين كاملة والرخلة هنا نقطة سلمية 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 الاعتصام وسمحونا عاد جماعة البلاد وسكرنا عليكم ونعم مثال الاستاذ سبينة باش تلقوا معنا وراه المطالب اللي نعملوا فيها مش لمصلحتنا كهو مصلحة البلاد كلها في التنمية والتشغيل في بالي اشطر البطالة هنا فما برشا نسبة من البطالة لهنا وبلادنا ما همشة ما فعلت المشروع ويكذب عليك اللي يقول لك عندنا فلوس كم برشا فات ما عندهاش ميزة مطالبة شوية في التنمية والبطالة ونقطة معنا وهذه نقطة من نقاط الاعتصام في التطاوين نحب نوصل نوصل صوتنا للعديس ان شاء الله يوصل صوت والله نقطة التطاوين بالنسبة للاعتصام راهو سلمي لكن عندنا مشاكل لحتي مطالبين كان ناس باش نخدم ارواحنا هيك هي بقايا فقط ناس قاعدة تعاني من فقر تعاني من كذا وطالبين من الحكام هذا يجونا باش نقابلوا ونتفاهموا على قاعدة صحيحة كيفاش الخدمة هذه للشباب الضايع مديرية التطاوين ومعتمدية غمرس وإن شاء الله بحول الله دنيا سلمية لا ثم لا حس لا تكسير لا هرج إن شاء الله خويا يا هطلنا بعدين تنجيب لكم الحصة جست تتعدى جست تتعدى وتنجيب لكم هني تشوفوها شو حكيت يا سيدي جميل سلمية الانتظام ما عطنا حتى واحد وحشتنا قبل هاكم